عليكم ورحمة الله. بعض المواقف والبطولات قد تغير التاريخ تماما. في عام 1915 أيام الحرب العالمية الأولى كانت الجيوش الإنجليزية والأسترالية والنيوزيلندية على وشك احتلال اسطنبول. كانت اسطنبول حاضرة العالم الإسلامي، كانوا يبغون يحتلونها ويرجعونها للصليبية انتقاما من محمد الفاتح. صفت بوارجهم مخازن أسلحة المسلمين حتى صمتت المدافع وأصبح المسلمين تقريبا ما عندهم ذخيرة. بسبب هذا القصف انفجر واحد من أكبر المخازن فمات عدد كبير جدا من الجنود الأتراك، وسقط من المسلمين الكثير من الجرحى، من ضمنهم واحد اسمه الأنباشي، سيد محمد الأنباشي، هذه رتبة تركية. وبعد ما خف الانفجار فاق الأنباشي سيد من الضربة، من هول الضربة، وقام ولقى الناس كلهم شبه ميتين. الإنجليز فرحانين بهالانفجار ومتجهين جهة اسطنبول ناويين يحتلونها. طبعا عداوة الصليبيين من هاك السنين ومن قبلها وإلى يوم الدين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك النصارى الأوروبيين خايفين من تركيا المسلمة، خايفين من المسلمين يرجعون يذلونهم مرة ثانية مثل ما ذلوهم قرون طويلة. طبعا في بعض الحالات سبحان الله العظيم يجي الإنسان قوة غير طبيعية تخليه يسوي شيء خارق وفوق العادة. هذا هو اللي حصل للأنباشي سيد محمد وخلاه يحمل قذيفة هائلة جدا يضعها في مدفع. قدرت وزن القذيفة بحوالي 270 كيلو، شالها الجندي هذه الوحدة ودمر بها أضخم السفن عندهم اسمها أوشن. حاولت السفينة أن تتحرك بعد هذا الانفجار فاصطدمت بلغم بحري فغرقت وانهزمت جيوشهم. مناسبة رفع قذيفة 270 كيلو جابوا مرة قصة الأمريكية استطاعت أن ترفع سيارة كابلس لا شعوريا. مرأة كانت تغير كفر سيارتها فسقطت يبدو على واحد من عيالها، لا شعوريا رفعت السيارة وطلع الولد. وصل الخبر لوكالة الأنباء وجابوا المرأة عشان ترفع السيارة ما قدرت تحركها، رفعتها لا شعوريا. الحالة ممكن تصيب بعض الناس في أنه ممكن يسوي عمل خارق، وهذا عموما هو توفيق من الله مثل ما قال الأخ سيد محمد في اللقاء معه. بعد ما انتهت المعركة جو الضباط الأتراك ونادوا الأخ سيد محمد وقالوا له حرك هالقذيفة، سبحان الله العظيم ما قدر يحركها. قالوا له طيب وشلون شلتها؟ قال الله اللي شالها، ما أدري وشلون حطيتها في المدفع ورميت وصابت القذيفة المحرك. تيأس ولا تستسلم للأحداث اللي تعصف بك، فربما يفتح الله على يدك مثل ما فتح على سيد محمد. سلام عليكم.